يجب توعية الأطباء والمسعفين إنه ممكن أجي أنا مغتصبة وما فيهاش ولا تعويرة ولا تقطيع لهدومي ولا أي حاجة خالص، وأبقى مغتصبة 100% وأجبرت على ممارسة جنسية بدون موافقتي. مفيش قانون في مصر يبيح إجهاض المغتصبات أصلا. لو حدث عن هذا الفعل حمل، معكيش إثبات إنك أنت مغتصبة. القانون ضد أي نوع من أنواع الإجهاض مهما كان، من حمل زوجي، من علاقات مرضي عنها أو غير مرضي عنها. مفيش أي تدريبات على التعامل مع المغتصبات، مفيش تعليم للأطباء إزاي يتعاملوا مع المغتصبات. بمعنى مثلا إن لو واحدة مغتصبة، المفروض إن كل ما أجي أفحص حتة فيها أخد إذن منها. مفيش ده. أنا أظن إن كل مستشفى تقدر تعمل عيادة خاصة ملحقة بعيادات نساء ولادة. أول ما يكتشفوا، يعني العيانة مش لازم تيجي وتقول من الشارع أنا مغتصبة، أول ما الطبيب النساء يكتشف إنه دي مغتصبة من كلامها، تحول لهذه الغرفة، غرفة تكون آمنة، تشعر المريضة فيها بالأمان، الطبيب يبقى متدرب على كيفية التعامل مع المغتصبات. غير كده إنه المفروض يبقى مجهز، يعني ملحق بهذه، هي مش غرفة واحدة، بهذا القسم الخاص بالمغتصبات لازم يكون في أخصائي نفسي يساعد الأول. ممكن المريضة من كتر صدمتها ما تقدرش تتكلم، فممكن الأول يبدأ الأخصائي النفسي يطمئنها وكده. ممكن إنه اللي اغتصبها بدءا من إنه يكون جوزها، إلى إنه يكون أخوها، إلى إنه يكون البواب، إلى إنه يكون حد من الجيران. فلو هي خايفة ترجع البيت اللي هي جت منه، إنه يجب حد أخصائي اجتماعي يوفر لها بيت إيواء تروح فيه، لأنه ما فيش هذه الخدمة تقدم. يعني واحدة تيجي مغتصبة من جارها، لو انا عالجتها ورجعتها عند الجار ده تاني يوم هتيجي مغتصبة تاني مرة. ندرب الاخصائي النفسي على انه فقط بعد ما يتكلم معاها وكده يطمئنها انه الطبيب هيديها بس قرص لمنع الحمل وقرصين ثلاثة لمنع الايدز، ويأجل بعد كده الفحص الطبي ليوم تاني. بس في حاجات لا يعني يجب ان تحدث سريعا، ولازم الكل عارف انه يجب، يعني اذا كانت هي منهاره النهارده ما نقدرش ناجل منع الحمل ومنع الايدز ل 24 ساعه تانيين، لانه كلما كان ابكر كان الوقايه حقيقيه. اصعب حاجه للمغتصبه انها اصلا ما بتقدرش تثبت حاله الاغتصاب، البوليس ما بيصدقش، ما فيش أي مساعدة حقيقية تقدم للمرأة المغتصبة. في محاولات جادة لإخفاء هذه الجريمة.